إن شاء الله درس اليوم راح يكون عبارة عن تفصيل وخياطة هاد التونيك الرياضي على هاد الشكل بهاد الخطوط. هذا هو شكل الرقبة، وكذلك مع التركيز على التماثل في الخطوط بهذا الشكل المتقن. لاحظوا الجانب الخطوط كيف هي متساوية وفي مكانها الصحيح رغم تواجد خياطة، كذلك على الكتف كيف أن هذه الخطوط صاروا يشكلوا خط واحد. اختاريت نوع القماش يكون قطني 100% لأنه خاص بالملابس الرياضية على هذا الشكل. بالنسبة لاتجاه القماش، هذا هو اتجاه القماش، أنه الخطوط بالعرض، هذه حافة القماش، بينما هذا المكان هو اللي قام بقصه بالطريقة عند أخذ قياس القماش من بائع الأقمشة. طريقة تفصيل هذا القماش، أي لازم على الخطوط تكون بهذا الاتجاه بالعرض، أي الحافة مع الحافة بهذا الشكل. هذه الطريقة الصحيحة لإمساك هذا القماش. هناك طريقة أخرى وهي كتكون بالعرض أو الاتجاه المعاكس، إذا اختاريت الخطوط تكون بالطول، هذا اتجاه المعاكس للقماش. بالنسبة لي راح نقوم بتفصيل القماش في اتجاهه الصحيح، أي الحافة مع الحافة. إذا وضعت الباترون على هذا الشكل، أي الخطوط راح تكون على العرض وليس على الطول. إذا أردت الباترون أو التفصيل يكون على الطول، لازم نقوم بإمساك القماش بهالطريقة. الخطوط الآن صارت بالطول، رغم أن هذا اتجاه المعاكس للقماش. لاحظوا كيف صاروا الخطوط في الطول. بالنسبة لي راح نقوم بالتفصيل على هذا الاتجاه، الحافة مع الحافة. الطريقة الخاطئة التي يقوموا فيها في التفصيل أنهم يقوموا بالطي على أربعة ثم نقوم بالتفصيل، هذه طريقة خاطئة، لأنه عند التفصيل راح يصير الخطوط على هذا الشكل، راح يصير الخط بهذا الشكل، وهذه طريقة خاطئة في التفصيل وكتدل على أن القطعة رخيصة. بالنسبة لي قمت بإعادة الباترون حردة الإبط صعود 3 سنتيم، لأني أردت القطعة تكون قريبة من الجسم. كما تلاحظوا لم أقوم برسم أي بنسة، راح نقوم بتفصيل قطعة الخلف. الملابس الرياضية أو الملابس الواسعة كنقوم فقط باستعمال الباترون الخاص بالخلف. هكذا يصير شكل الباترون بعد ما قمت تفصيله. لاحظوا عدم تواجد البانسة في الوسط أو في الجانب، حردة الإبط مع أوراق خط مستقيم. كيف راح نقوم تفصيل هذا النوع من القماش؟ أول شيء راح نقوم تحديد منتصف القماش، أي أني قمت بالطي على اثنين ونقوم تحديد منتصف على هذا الشكل بالدبابيس. يمكن قصه إلى قطعتين
على هذا الشكل. هذا المنتصف، راح نقوم بفتح القماش على هذا الشكل، ودائما نتابع المنتصف، ثم نقوم بطي هذا النصف على هذا الشكل. اي راح نقوم تفصيل امام وحده والخلف وحده. لاحظوا الخطوط لازم تكون متوازية مع بعض، والجانب في الوسط، هذا مكان صحيح للخطوط على هذا الشكل. حتى نتمكن من تثبيت كل خط مكانه لازم نقوم بالتثبيت بالدبابيس على هذا الشكل. كل خطين او ثلاثة نقوم بتثبيت بالدبوس حتى نحصل على المكان الصحيح للقماش وللخطوط كذلك. هذه الطريقة الصحيحة لتفصيل هذا النوع من الأقمشة، وليس الطي على أربعة، رغم أني راح نقوم باستعمال فقط الباترون الخاص بالخلف، هو نفسه اللي راح يكون باترون خاص في الأمام. لاحظوا كيف صار شكل القماش، أن الخطوط متوازية مع بعض وفي نفس المكان. راح نقوم بوضع الباترون الخاص بالخلف على هذا الشكل، ما راحش نترك اي مسافة في الوسط، وكذلك في الجانب. لاحظوا معي اتجاه الخطوط، نقوم الآن بالتثبيت. بالنسبة إذا كنت راح نقوم تفصيل كم عادي، بالنسبة لي لأن هذا قماش مطاطي حدة الإبط 19 سنتيم، لازم نقوم بالصعود الى 17 سنتيم حتى تكون الكم من هذا المكان قريب من الجسم. كيف راح نقوم بتعديل حدة الإبط؟ راح نقوم بالصعود ب 2 سنتيم من هذا المكان على مستوى حدة الإبط بهذا الشكل، ثم نقوم بإعادة رسم المنحنى. قمت بالصعود وراح نقوم برسم المنحنى اللي حصلت عليه من جديد. بهذا الشكل لاحظوا مكان خط الإبط الجديد، ثم المسافة اللي تركت. هي راح نقوم بالتفصيل على حد الباترون، لان هذا القماش هو مطاطي المسافه اللي ضفت على حده الابط، راح نقوم بالتفصيل على مستوى الباترون اي بدون زياده سنتيم من الخياطه، لان هذا القماش هو مطاطي وراح يعطيني اتساع اكثر اذا قمت باضافه سنتيم من الخياطه. أي هذه طريقة تفصيله، إذا كنت راح نعمل سرجي. بالنسبة لي راح نقوم بترك هذه المسافة كلها لكم حتى نعطيكم كيف راح نقوم تفصيل هذا الموديل ليكون خط مستقيم حدة الإبط. الآن راح نقوم بالتفصيل. لاحظوا معي أننا نقوم بالتفصيل على حد القماش بدون أي زيادة،
إلى آخر قماش مستوى اللي قمت بالطي أي المنتصف. رح نقوم بالنزول بخط مستقيم إلى آخر القطعة على هذا الشكل. لاحظوا معي كيف صار شكل القطعة. المسافة في هذا المكان متساوية مع مسافة الأوراق، نفس المسافة، خط مستقيم. بالنسبة لأسفل القطعة رح نقوم بهذا الشكل، نصف دائرة بهذه الطريقة، ثم خط مستقيم حتى نحصل على هذا الشكل في أسفل القطعة. لاحظوا معي أن الخطوط متوازية مع بعضها. هذا بالنسبة للقطعة الأولى. راح نقوم بنفس العملية بالنسبة للقطعة الثانية. قمت بالطي ثم التثبيت بالدبابيس الخطوط حتى تصير متوازية على هذا الشكل. براحش نقوم باستعمال باترون لأنه لازم يكون عندي تماثل في الخطوط. راح نقوم باستعمال قطعة الظهر اللي قمت بتفصيلها حتى نحصل على نفس الخطوط في القطعة الثانية بهذا الشكل. الخطوط ما لازمش تكون على هذا الشكل، هذا خطأ في التفصيل، وإنما لازم تكون على هذا الشكل. راح نقوم بتأكد بأن كل خط موازي للخط الآخر، أي أن كل خط في مكان صحيح. كذلك خطوط الكتف، لاحظوا معي كيف أن الخطوط صارت كأنها خط واحد، بالكاد ظهر الفرق. هذه الطريقة الصحيحة للتفصيل، الرقبة ثم الكتف نفس مستوى الخط. كذلك في هذا المكان ثم الخطوط على باقي القطعة. راح نقوم بتفصيل نفس الرقبة أي رقبة الخلف، كذلك نفس الكتف. لاحظوا التماثل، هكذا يصير شكل الرقبة. بالنسبة لأسفل القطعة اختاريت أنه الخلف أطول من الأمام. راح نقوم بإزاحة هذه القطعة العليا بهذا الشكل، دائما مع التركيز على أن الخطوط يكونوا متوازيين مع بعض. ثم نقوم بتفصيل، لاحظوا معي الزائد، ثم نقوم بتفصيل نفس المنحنى أو الخط بالنسبة أسفل القطعة على هذا الشكل. بهذه الطريقة كنحصل على قطعة أطول من قطعة، قطعة الخلف أطول من قطعة الأمام. هكذا يصير شكل نهائي. بالنسبة للرقبة خاصة في الأمام راح نقوم بالنزول بنفس المسافة، ثم نقوم بتفصيل بالطريقة. القطع الخاصة في الأمام والخلف صاروا جاهزين. بالنسبة تفصيل لكم، الطريقة الصحيحة لتفصيله لازم يكون في نفس اتجاه القطعة الأولى أي على هذا الشكل. هذه الطريقة الصحيحة لتفصيل لكم. لاحظوا كيف صار شكل الخطوط أي معاكسة للقطعة. بالنسبة لي راح نقوم بتفصيلكم في الاتجاه المعاكس
للقطعة حتى نحصل على استمرار للخطوط مع القطعة على هذا الشكل، أي أن الخط من القطعة مستمر إلى الكم كأنها قطعة واحدة. راح نقوم تقسيم قطعة القماش إلى قسمين حتى نتمكن من تفصيل كل كم على حدة. راح نقوم بالطي حتى نعطيكم فكرة كيف راح يصير شكل القطعة. لما راح نقوم بالخياطة، لأني اختاريت الخياطة المدفونة أو فرنش سيم، أي هذا كله من القماش راح ينزاه. والخطأ الشائع في الخياطة أنه تكون الخياطة في هذا المكان، لاحظوا سمك الخط الأسود لا يساوي قطعة الكم، لازم يكون نفس الحجم. والخطأ الثاني أنه إنزال الخط الأسود وتكون الخطوط غير متساوية مع بعض بهذا الشكل. نقوم بتثبيت الخطوط في مكانها على هذا الشكل، ثم راح نقوم بطي القطعة الخاصة بالكمام. اختاريت خط الأسود يكون في المنتصف، راح نقوم بالتثبيت على طول القطعة. لاحظوا معي نسبة الأسود كيف صايرة ظاهرة بعد ما قمت بوضع الباترون في الأسفل، أي أنه في المنتصف. هكذا قمت بإمساك الكم في المنتصف، هكذا يصير شكله من بعد ما قمت بالتثبيت. تكون الصورة أوضح. راح نقوم بوضع قطعة على هذا الشكل، أي مكان الخياطة والخطوط موازية مع القطعة على هذا الشكل. الآن راح نقوم باختيار العرض اللي يناسبني في الكم ونقوم بالتفصيل على هذا الشكل. لاحظوا أنه حردة الإبط صارت بشكل خط مستقيم. هذا مكان حاضة الإبط. بالنسبة للطول لكم، بالنسبة لي 60 سنتيم، ما لازمش ناخدها من هذا المكان وإنما من خط الكتف على هذا الشكل وليس من الكم، أي راح نقوم باستعمال فقط 50 سنتيم. نفس العملية بالنسبة لكم الثاني، 50 سنتيم بالطول. بالنسبة للرقبة، بالنسبة لي لما قمت بفتح القطعة على أنها قريبة جدا من الرقبة، لازم نقوم بإعادة تفصيلها. كيف راح نقوم بتصحيح الرقبة إذا كانت صغيرة؟ راح نوضع قطعة الخلف ثم قطعة الأمام. بالنسبة لي لازم نتأكد من مستوى الخطوط، أي أنها مكانها صحيح، ثم راح نقوم بإزالة 2 سنتيم بهذا الشكل على مستوى فقط رقبة الخلف بهذه الطريقة، ثم راح نقوم بتصحيح رقبة الأمام بهذا الشكل. بهذه الطريقة كتمكن توسيع رقبة أمام والخلف.
نقوم بالخياطة، لأني اختاريت نقوم بفرنش سيم أو الخياطة مدفونة، أي راح نقوم بالشغل مرتين، وهذه فرصة للمبتدئات أنهم يقوموا بهذا النوع من الخياطة وبهذا النوع من القماش وبهذه الطريقة حتى تمكنوا من إتقان الخياطة. لاحظوا معي أنه نوضع الخط مع الخط، ثم نقوم بالتثبيت بالدبابيس. لازم نتأكد من مستوى الخطوط مع بعض، قطعة الأمام وقطعة الخلف على هذا الشكل. لاحظوا أن الخطوط كيف صار شكلها. راح نقوم بنفس العملية بالنسبة للكثيف الثاني، لاحظوا معي كيف قمت بتثبيت الخطوط مع بعضها في نفس المستوى. على هذا الشكل الآن راح نقوم بالخياطة، هكذا يصير شكل من بعد ما قمت بخياطة الكتفين. لاحظوا التماثل بين الكتفين، الكتف اليمين مماثل للكتف اليسار. راح نقوم بإزالة الزائد وترك فقط 2 مليم أو نصف سنتيم. كالعادة الخياطة تكون على الوجه، ثم نقوم بقلب القطعة. لاحظوا معي كيف صار شكل الخطوط بهذا الشكل الهندسي الرائع وفي مكانها الصحيح بدون زيادة أو نقصان. أي نصف اليمين مماثل لنصف اليسار تماما. أنا راح نقوم بالطي ثم الخياطة مرة أخرى، لأنه بالنسبة لي الخط الأسود في الوسط لازم نقوم بالخياطة على الخط الأسود على هذا الشكل حتى نحصل على هذا الشكل. عند تثبيت معكم يكون كأنه خط واحد مع الكتف. راح نستمر في تثبيت القطعة والتأكد من الخطوط أنها متوازية مع بعض على هذا الشكل. قمة الإتقان أن الخطوط تكون بهذا الشكل ونسبة الخطأ لا تتجاوز 0.2 مليم. وإذا كانت القطعة كتوفر على أكثر من خطأ كتدل على أنها رخيصة الصنع ورخيصة الثمن. كيف راح نقوم بعمل توازي الخطوط؟ راح نقوم بوضع الدبوس على هذا الشكل، ثم قلب القطعة والتأكد أني قمت بإمساكه من الخلف على هذا الشكل. لاحظوا معي مكان الدبوس تماما على الخط الأسود في الأمام والخلف. بالطريقة كتمكن بأنه الخط الأسود من الخلف والأمام في نفس المكان. الآن راح نقوم بخياطة الكتفين. هكذا صار شكله من بعد ما قمت بخياطته. لاحظوا معي شكل الخط من الداخل، أو بالأحرى وجه القطعة، والخط الأسود في المنتصف مساوي تماما للخطوط الجانبية وليس على هذا الحجم. نفس الشيء بالنسبة للكتف الثاني. لاحظوا كذلك الخطوط على الكتف كيف أن شكلها متماثل وبدون أي خطأ. لاحظوا كيف صار شكل القطعة. الآن راح نقوم بتثبيت
الكم دائما على وجه القطعة، منتصف الكم مع الكتف على هذا الشكل. ودائما كنتأكد من أسفل القطعة من الخطوط أنها في مكانها الصحيح. لازم نقوم بإمساك أو تثبيت كل خط بدبوس حتى نتأكد من مكانه الصحيح على هذا الشكل. لاحظوا كيف صار شكل الخطوط كأنها خط واحد من الكتف إلى الكم. الآن راح نقوم بالخياطة، راح نعطيكم فكرة عن طريقة الخياطة. لاحظوا معي الدبوس في مكانه، فقط نترك نصف سنتيم ثم نقوم بإزالته حتى يحافظ الخط على مكانه الصحيح. والخياطة دائما على كل 2 سنتيم، هذه هي الخياطة الصحيحة على هذا الشكل. إلى آخر القطعة. لاحظوا معي كيف صار شكلكم، أن الخطوط متساوية مكانها الصحيح. الآن راح نقوم بإزالة الزائد حتى نقوم بقلب القطعة ثم الخياطة مرة أخرى. كما سبق وذكرت، هذه فرصة لإعادة الشغل وإتقان العمل. راح نقوم بنفس العملية، راح نقوم بتثبيت كل خط مع الخط الموازي له بالدبوس والتأكد من مكانه الصحيح بهذا الشكل. هذا خطأ، لازم يكون الخط الأسود موازي للخط الأسود الثاني بهذا الشكل، مكان الدبوس لاحظوا مكانه. راح نستمر إلى آخر القطعة. كل ما كانت القطعة ممسوكة بالدبابيس أكثر، كل ما كان الإتقان في العمل. دائما قم بالتأكد من توازي الخطوط. من بعد ما قمت بالتأكد من توازي الخطوط، لاحظوا وجه القطعة كيف صار شكلها. الآن راح نقوم بتثبيت بالخيط والإبرة. نصيحة مني كمبتدئة، لازم من تثبيت بالخيط والإبرة حتى تحافظ القطعة على مكانها الصحيح وكذلك الخطوط. نستمر إلى آخر القطعة. لاحظوا معي شكل وجه القطعة. من بعد ما قمت بتثبيت بالخياطة باليد، الآن راح نقوم بإزالة الدبابيس ثم الخياطة. الخياطة راح تكون على الخط اللي قمت أو الخياطة اليد اللي قمت بخياطتها تماما حتى ما ينزعش مكان الخط. لاحظوا معي أنه كنقوم بالخياطة على الخط الأسود اللي قمت بخياطته باليد.
نستمر إلى آخر القطعة. هكذا يصير شكله. لاحظوا معي الخط اللي قمت بخياطته باليد. هكذا يصير شكل القطعة من الوجه. نتأكد من عدم تواجد أي أخطاء. هذا بالنسبة لي خطأ ويجب إعادته. قمت بتصحيح الخطأ وهكذا صار شكل القطعة. بالنسبة لهذا المكان ما راحش نقوم بإعادته لأنه مكان الأبيض. راح نقوم بإزالة الخط الأسود حتى ما يظهرش على وجه القطعة على هذا الشكل. لاحظ الخطوط كيف هي متساوية كأنها خط واحد. راح نقوم بنفس العملية بالنسبة لكم الثاني. هكذا صار شكلهم بعد ما قمت بخياطته. الآن راح نقوم بخياطة الرقبة. أول شيء راح نقوم بتفصيل كول. قمت بالطي الأمام والخلف على هذا الشكل على اثنين. راح نضعها بشكل خط مستقيم الرقبة ثم نقوم بحساب القياس. بالنسبة لي 24. راح نأخذ قطعة من القماش نقوم بالطي على اثنين. المسافة اللي راح نختار هي 20 سنتيم وليست 24 لأن القطعة مطاطية. لازم على الكول يكون أقل من قياس الرقبة. بالنسبة للعرض خساري 7 سنتيم. الآن مالي فقط غير نقوم بالتفصيل. دائما لأن هذا القماش هو عبارة عن خطوط لازم لاحظوا كيف صار لما قمت بالطي على اثنين الخط بشكل غير متقن. اي لما راح نقوم بتركيبه على الشكل راح يصير الخط طاهر اسود في هذا المكان ومختفي في هذا المكان. هذا خطأ في الخياطة كذلك. راح نقوم بتصحيح الخط. راح نقوم بقص على الخط الأسود حتى يعطيني خط مستقيم. على هذا الشكل. ثم راح نقوم بخياطة هذا المكان. بهذا الشكل. لاحظوا الخطوط كيف هي متوازية. الآن مالي غنقوم بالتثبيت. لاحظوا معي. لازم نقوم بتثبيت حتى الخط ياخذ مكانه الصحيح لما نقوم بتثبيته مع الرقبه على هذا الشكل. دائما تثبيت بالدبابيس. لما تاكدت انه الخط الاسود مكانه الصحيح الان راح نقوم بتثبيته على القطعه. لاحظوا معي هذا وجه القطعه بينما هذا ظهر القطعة. أي راح نشتغل على الظهر. راح نقوم بتعيين منتصف الرقبة الخاص بالخلف وكذلك الخاص في الأمام. طبعا بالدبوس في الأمام وكذلك في منتصف الخلف على هذا الشكل. دائما على ظهر القطعة نقوم بأخذ الكول. مكان الخياطة يكون مع مكان خياطة الكتف على هذا الشكل. نقوم بتثبيته لأن الكول أصغر مسافة من الرقبة. راح نقوم بالجر ثم التثبيت بهذا الشكل. راح يكون فراغ أو كشكشة بالنسبة للرقبة مقارنة مع الكول.
على هذا الشكل. لاحظوا معي الفراغ بين الرقبة والكوع. نقوم تحديد المنتصف في الكوع، ثم نقوم تثبيته مع الرقبة على هذا الشكل. نقوم توزيع باقي المسافات، ونقوم بالتثبيت بهذا الشكل. هكذا يصير شكل الرقبة أو الكول مع الرقبة. راح نقوم بتثبيت كذلك هذا المكان. الآن راح نقوم بخياطته. البداية راح تكون مكان خياطة الكون على هذا الشكل على نصف سنتيم، راح نقوم بسحب القطعة في اتجاهي على هذا الشكل، ثم الخياطة. دائما بالسحب والخياطة إلى آخر القطعة. هكذا يصير شكله النهائي. الخط الأسود مكانه صحيح وليس على هذا الشكل. لاحظوا تساوي خياطة الكول مع الكتف. هذا هو شكل الكول. كيف راح نقوم بتشطيب او الفينيسيون بالنسبه للرقبه؟ ممكن استعمال قماش نفس القماش. بالنسبه لي راح نقوم باستعمال هذا النوع من القماش في الاسود حتى يكون هناك اختلاف. راح نقوم بتفصيل أشرطة قياسها 2.5 سنتيم أو 3، تبقى مسألة اختيارية. على هذا الشكل راح نقوم بإمساك الرقبة أو الكول بهذا الشكل، ثم نوضع هذا الشريط دائما مع الطي حتى نقوم بإخفاء الهفة، ثم نقوم بالتثبيت على مستوى الكول. كيف راح نقوم بالخياطة؟ دائما بالسحب ثم نقوم بالخياطة على هذا الشكل. على نصف سنتيم بالنسبة لآخر الشريط راح نقوم بتثبيته، ثم راح نقوم بالخياطة على هذا الشكل. هكذا يصير شكله نهائي. الآن راح نقوم بقص هذا الزائد ونترك فقط 2 مليم. على هذا الشكل راح نقوم بطي هذه القطعة على 2، ثم نقوم بالقلب على هذا الشكل والتثبيت. بهذه الطريقة كنتمكن من عمل الفينيسيون أو التشطيب للرقبة.
قمت بإخفاء الخياطة كليا. هكذا يصير شكله بعد ما قمت بتثبيته. بالنسبة لهذا المكان راح نقوم بهالطريقة، ثم هذا الجزء نقوم بالطي على هذا الشكل. ثم نقوم بالتثبيت. هالطريقة راح نقوم بتغيير اتجاه الدبابيس حتى تساعدني في الخياطة. الآن ما عليه غير نقوم بالخياطة. راح نقوم بقطع القطعة على هذا الشكل. الخياطة تكون على الحافة. دائما مع السحب. كده يصير شكل الكول من الداخل، المكان اللي قمت بالطي. لاحظوا معي شكل الرقبة بهذا الشكل المتقن وبدون أخطاء. لاحظوا شكل القطعة. الآن راح نقوم بتثبيت الجوانب، مكان الخياطة مع مكان الخياطة في حافظة الإبط. راح نقوم بتثبيت بالدبوس، ثم راح نقوم بتثبيت كل خط مع خط موازي له على هذا الشكل إلى آخر القطعة. لاحظوا معي مكانكم، ثم الجانب. راح نقوم بالخياطة إلى هذا المستوى، نترك هذا المكان بدون خياطة. من بعد ما قمت بخياطته هكذا صار شكل القطعة. لاحظوا معي المكان اللي قمت بتركه. الآن راح نقوم بإزالة الزائد، ثم نقوم بالقلب والخياطة مرة أخرى. هكذا يصير شكله. الآن ما عليه غير نقوم بالقلب، ثم التثبيت بالدبابيس مرة أخرى. على هذا الشكل من بعد ما قمت بالتثبيت، الآن ما عليه فقط منكم بالخياطة. هكذا يصير شكله من بعد ما قمت بخياطته. هذا داخل القطعة بشكل نظيف تماما. ثم وجه القطعة، لاحظوا الخطوط كيف هي متماثلة. هذا كيدل على الجودة والإتقان العالي في القطعة. قمت بنفس الشيء بالنسبة للجهة الثانية. راح نقوم بنفس العملية بالنسبة للجهة الثانية.
هكذا يصير شكل القطعة من الجانب، بالكاد يظهر المكان خياطة في الجوانب، تماثل مطلق في الخطوط. الآن رح نقوم عمل بوانيي أو الإسوارة، قياسها لازم يكون أصغر من قياس القطعة أو بالأحرى قياس الكم في القطعة على هذا الشكل. دائما لازم نقوم بالتأكد من أن الخطوط مكانها صحيح، ثم نقوم بخياطة هذا المكان. من بعد ما قمت بخياطته هكذا صار شكله، لاحظ الخطوط بالكاد مكان الخياطة يظهر. راح نقوم بالتثبيت دائما بالدبابيس حتى نحافظ على مستوى الخط وعدم اعوجاج الخط على هذا الشكل. لاحظوا شكله، بينما الشكل الخاطئ هو هذا الشكل. لاحظوا معي مستوى الخطوط كيف هي مائلة، هذا خطأ كبير في الخياطة. يجب التأكد من مكان الخطوط ومستواها وتوازيها. دائما وجه القطعة، لأني راح نقوم دائما بعمل خياطة مدفونة أو فرنش سيم، مكان الخياطة إسوارة مع الكم على هذا الشكل في نفس الخط، ثم نقوم بتثبيت بالدبابيس. راح نقوم توزيع المسافة على هذا الشكل بالجر، ثم نقوم بالتثبيت. بهذا الشكل قمت بخياطته هكذا صار شكله. راح نقوم الآن بإزالة هذا الزائد، ثم راح نقوم بالقلب والخياطة مرة أخرى. على هذا الشكل، ثم نقوم بالتثبيت. يصير شكله من بعد ما قمت بخياطته. لاحظوا معي، راح نقوم بالقلب، هذا وجه القطعة. لاحظوا الخطوط كيف هي متساوية، أي مكان الخياطة الكم موازي لمكان الخياطة الإسوارة أو البوني تماما نفس المستوى. هذا كذلك يدل على الإتقان في العمل. وكذلك مستوى الخط بالنسبة لأسفل القطعة، لأني ما راحش نقوم بعمل السوجي أو بالطي على اثنين لأنه راح يدل على أن القطعة رخيصة، يمكن عمل شريط من قماش أو من هاد
قماش أسود على هالطريقة حتى تكون صورة أوضح بالنسبة لكم. راح نقوم وضع القماش الأسود. راح نقوم باختيار 3 سنتيم بالعرض ونقوم بقص شريطين شريط خاص في الأمام وشريط خاص في الخلف. راح نقوم بالطي على 2 على هذا الشكل. المكان المغلق الشريط راح يكون من هذا الاتجاه. نقوم بالتثبيت بالدبابيس إلى آخر القطعة. الآن راح نقوم بالخياطة على نصف سنتيم على هذا الشكل، ثم راح نقوم بإزالة هذه الزوائد وترك فقط 2 مليم. حتى نقوم بإخفاء الخياطة راح نقوم بالطي على هذا الشكل. لاحظوا معي قليل من الأبيض ظاهر في الخلف حتى ما يظهر ليش الأسود في الأمام. لازم يكون الأبيض ظاهر قليلا 2 مليم على هذا الشكل. نستمر إلى آخر القطعة. ثم نقوم بالخياطة. هكذا يصير شكله بعد ما قمت بخياطته. لاحظوا شكل الفينيسيون تشطيب من الأسفل. عدم ظهور للقطعة أو القماش الأسود. الآن راح نقوم بتثبيت هذا المكان باليد على هذا الشكل. وكذا يصير الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي للقطعة. لاحظوا معي الرقبة، الكول، كذلك الكتف والخطوط كيف هي متماثلة وبشكل متقن.